هل سبق لك أن شككت في أن شخصاً ما يكذب عليك؟ طبعا الكثير من الأوقات نتعرف على كل العلامات التي قد تدل على ذلك في هذا التقرير. سبع علامات يجب البحث عنها ستسهل عليك مهمة كشف الكذب. هذا ما كشفه عالم النفس دارين ستانتون مؤخرا، موضحا كيف يمكن لوجوهنا حقا أن تقول كل شيء عندما نحاول خداع شخص ما. ووفقا لدارين، غالبا ما يلجأ الكاذبون إلى إطالة التواصل البصري عندما يحاولون إقناعك بالكذب، كما يزداد معدل الرمش لديهم ليصل إلى 3 مرات في الدقيقة. ويوضح دارين أن الأشخاص الذين يعانون من الكذب يميلون أيضا إلى إنشاء حاجز مادي بينهم وبين الشخص الذي يكذبون عليه. ومن الاستراتيجيات التي يستخدمها الكاذب عادة استراتيجية تعرف باسم الانحراف اللغوي، التي يتم استخدامها كوسيلة لتجنب السؤال المطروح والميل إلى الإجابة على سؤال مختلف تماما، بالإضافة إلى تكرار السؤال خلال الإجابة عليه، وهي من العلامات الرئيسية للكاذب بحسب دارين. وغالبا ما تتغير نغمة صوت ولون وجه الشخص عندما يكذب. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الاختصاصي في علم النفس الدكتور مالك الشامي. دكتور مالك، صباح الخير. صباح النور يا هلا، أهلا وسهلا فيكم. ما الأسباب؟ صباح النور عليكم وعلى جميع المشاهدين. أهلا بك معنا. ما الأسباب النفسية وراء الشخصية الكاذبة؟ هل هي مرض أم اضطراب نفسي أم كيف نصنفها؟ يعني في الحقيقة سلوك الكذب يتصنف ما بين مجموعة ما بين السلوكيات. بعض الأشخاص ممكن يكون بيكذبوا من باب المزاح، البعض يكذب لأجل الدفاع عن قضية، مكسب معين بده يكسبه، يشيل ضرر عن نفسه. وأحيانا بعض الأشخاص يكون لديهم سلوك الكذب المرضي. سلوك الكذب المرضي هو اللي احنا بنحكي عنه سلوك مزعج ويحتاج إلى علاج بشكل خاص أكثر من السلوكيات الأخرى. وبالحديث عن الأسباب اللي ممكن تدفع الناس، الحقيقة معظم الكذب يكون دفاعا عن مصلحة معينة أو مكسب معين ممكن الشخص يكسبه من وراء هذا السلوك. دكتور، يلجأ عدد من الناس إلى الأكاذيب في حياتهم اليومية، يمكن لإخفاء أمور مزعجة أو يعني كنوع من المجاملات أو حتى لا يخسروا محيطهم الاجتماعي ولتفادي بعض المشكلات. هذه تعرف بالكذبة البيضاء. هل هناك فرق بين الكذب يعني بيضاء وسوداء، وهل بالضرورة هم يمتلكون شخصية كاذبة؟ نعم، هو في الحقيقة الكذب هو كذب بيضاء سوداء، هو إخفاء وتشويه متعمد للحقائق لأجل مكسب. هذا المكسب ممكن يكون اهتمام الآخرين، ممكن يكون تقدير واهتمام واحترام من الآخر مؤقت، لكن في النهاية تعود النتائج بالسلبية وتعود النتائج بالضرر على نفس شخص الكاذب. فبالتالي حتى الكذبة التي تعتبر أنها مجاملة لابد أن نبتعد عنها. الآن في الكذب المجاملات اللي هو التقييم والآراء، ما بنحكي عن تشويه الحقائق. يعني الآن لو إنسان شاف وردة معينة، البعض ممكن يحكي عنها جميلة، البعض ممكن يحكي عنها جميلة جدا، البعض ممكن يحكي عنها أنا ما حبيتها، هذا ما فيه كذب. لو إنسان شاف إنسان لابس لبسة جديدة، ملابس جيدة، وحط وضع عطر معين، الآن قال له هذا عطرك جميل، لباسك جميل، هذا التعبير ما بنصنفه من ضمن الكذب. إنما الكذب هو تشويه واضح للحقائق ومتعمد، الهدف منه أنه إحنا نغير الحقيقة علشان نأخذ مكسب معين، سواء كان نفسي أو اجتماعي أو مادي، أو نبعد عقوبة معينة عنه. دكتور مالك، يعني لا نسعى إلى التعميم، ولكن ربما يمكن القول أن معظم الناس يكذبون، فمتى يكون الكذب مدعاة للقلق ودليلا على وجود مشكلة حقيقية تحتاج إلى العلاج؟ وهل هناك ما يسمى بالكذب المرضي؟ نعم، هناك ما يسمى في الكذب المرضي حقيقة. الكذب المرضي هو سلوك الكذب لأجل الكذب، والأشخاص مع المدة والوقت وتكرار سلوك الكذب يصل الإنسان لمرحلة أنه يكذب بلا وعي. فهو أثناء اللحظة نفسها
لنفس الوقت يكون يستشعر أنه يتكلم كلام حقيقي ويعيش في القصة أو الرواية الغير حقيقية اللي بتكلم فيها. لكن بعدها بعد ما نخلص هذا الكلام يكتشف أنه هو منغمس بالكذب بطريقة كبيرة وبدون ما هو يشعر أنه هو غارق في الكذب. إذن السلوك الكذب المرضي يحتاج إلى علاج حقيقة، والأشخاص يحتاجوا يراجعوا أخصائي نفسي أو معالج سلوكي بحيث أنه هذا الإنسان يساعدهم كيف يكتشفوا، عندهم استبصار في المشكلة، يحددوا الأسباب اللي بتدفعهم نحو هذا السلوك. أما سلوك الكذب العام فهو للأسف منتشر، لأن المجتمع بسلوك الكذب قد يعفيك من بعض المشاكل والضرائب، وهذا مسؤولية كبيرة على المؤسسات التعليمية وعلى الأسر وعلى المؤسسات الدينية كذلك أنها تعزز قيمة الصدق، لأن الصدق له تأثير إيجابي على دماغنا، على مشاعرنا، على حياتنا، على علاقاتنا، على مستقبلنا، على تحقيقنا لأهدافنا. فبالتالي كل ما استطاع الإنسان أن يهذب ويضبط من نفسه بحيث يكون صادق، هذا راح يكون مؤشر إيجابي على نجاحه في العلاقات الاجتماعية والحياتية والمستقبلية. نعم دكتور، هناك كذب يغتفر وكذب لا يغتفر، يؤثر على حياتنا على مستقبلنا، لكن هناك أشخاص يختلقون قصص وأحداث لدرجة أنه هن بيصدقوها، تعرف بعلم النفس بالميثومانيا. كيف يمكن لنا أن نكشف هذا الكذب بناء على إشارات معينة يفعلها الفرد بجسده؟ نعم، يعني الحقيقة العلماء يعني استثمروا كثير من الأوقات لدراسة سلوك الكذب وكيف نفرق ما بين الصدق والكذب. بدأت الدراسات في موضوع نبضات القلب، تعرق اليدين، نبرات الوجه، من ثم أصبحت الدراسات الأدق تذهب باتجاه الموجات الدماغية ونشاط منطقة الناصية أو الفص الجبهي من الدماغ أو البريفرونتال كورتكس لوب، هذه المناطق اللي تنشط بشكل كبير لأن الدماغ يبذل جهد عالي في عملية الكذب. الآن إذا كنا في الحديث عن الكشف الكذب اللي هو المتخصص والدقيق باستخدام أجهزة معينة، فنسبته لا تصل إلى 100%. فما بالك في الحديث عن استطاعتنا لكشف الكذب العام بين الناس في الحديث العام. إحنا لابد أن نميز الفائدة من هذا الموضوع. يعني لما إنسان يتحدث لنا في حديث وتصبح القصة خيالية وغير واقعية وبعيدة عن الواقع، المهم ليس فقط أنه نخبر أنه أنت تتكلم كلام غير صحيح، تتكلم كلام كذب، إنما كيف إحنا تأثير هذا الكلام علينا. هذا الأهم من أن نكشف الصدق من الكذب، لأنه الأحاديث الصادقة عن الكذب كشفها يصبح في بعض الأحيان صعب ويستهلك منا جهد في التفكير، هل هذا الإنسان يتكلم كلام صحيح أو كلام غير صحيح. لكن ببساطة الإنسان عندما يكذب يتوتر، يسرع، يتعرق، يسرع في الكلام، يتلعثم، تدخل الأحداث ببعضها، إذا قاطعناه في نصف القصة ممكن ما يقدر يكملها، ممكن تتغير طيب الحكاية. نعم إذا سألنا عنها في وقت مستقبل ممكن. نعم باختصار لو سمحت، أحيانا نكذب كي نراعي مشاعر الآخرين ونجامل، هل هذا أفضل أم نقول الحقيقة اللي يمكن تكون جارحة أفضل؟ نعم، هو الحقيقة يمكن أن نجملها بطريقة لا تكون جارحة فيها. فعندما نقول لإنسان كلامك غير صحيح، غير عن بتختلف عن نقول له أنت كاذب. عندما نقول للإنسان مثلا أنه هذه اللبسة جميلة، لكن هاي الربطة، هذا القميص، هذا الجزئية مش عجبتني أو ليست جيدة أو غير مناسبة، يتقبلها أكثر من قولنا للكلام الجاف. فالصراحة ليست كلاما جافا، الصراحة يمكن أن تقال بكلام جميل. نحن في كأخصائيين نفسيين أيضا نخبر الناس في الحقيقة، لكن نخبرهم بالحقيقة بطريقة يتقبلونها، بطريقة جميلة. نعم. وليس من الأخلاقيات أن نكذب عليهم ونجمل الأحداث بطريقة تزيف الواقع. الاختصاصي في علم النفس دكتور مالك الشامي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.